نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1467 حملة وزيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 38 عاملا مخالفا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين 139 عاملا. وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحرين.